ونيس كنت فين او أنا منين شخصيا؟ أنا ونيس، يعني ايه انا ونيس؟ أنا ناقل كل الأحداث اللي مرت عليا وأنا بربي كريم ومريم وفي جوازي وكده، أنا عاملها طبيعي وكاتب الحوار حتى اللي اتقال. يعني أنا ابني كان عنده 8 سنين والمدرسة بعتت لي جواب الفصل ليه كذب على المدرسة بتاعته، فرجعت البيت معيط وبتاعه ويقول لي خلاص يا بابا آخر مرة، أقول له الكذب إلا الكذب، تقول لي خلاص اخر مره، اقول لها والبنت تقول لي معلش يعني كدبه بيضه، اقول لها هتسود، تقول لي كدبه صغيره هتكبر، وعامل هيجان، فقعد يعيط ويبوس فيا وانا اسف وهو بتاع، قلت له اخر مره يا كريم اخر مره تكذب، قال لي اهي تليفون البيت رن ما كانش فيه محمول، فرفع التليفون مين حضرتك؟ بيقول لي صاحبي فاطمه. قال له بابا بيقول لك انه مش موجود وقفل. قلت له انت كمان مش عارف تكذب، تقول له بابا بيقول، وانهارت عياط لاني انا اتخذت من خطأه جريمة كبرى وانا مش واخد بالي ان احنا بنكذب. ما انت انت قدوة بس بتنسى انك بتقع في نفس الغلطة. كان عبقرية المسلسل ان ونيس وميسة لما كانوا بيغلطوا لازم يعتذروا لاولادهم ويعترفوا بالخطأ فاولادهم يتعلموا. بفرح لما النهاردة كتير قوي ابهات وامهات يقابلوني، استاذ محمد احنا اتربينا على ايديك، طيب ميرسي، بس بنفرج ولادنا ونعلمهم، فأي مشكلة بنجيب الحلقة المناسبة. هل أنت من أنصار مقولة إن مدرسة المشاغبين أفسدت جيل؟ بأمانة قصدي المقولة دي شائعة في كل وقت وحين، يعني هي جرأت الطلبة على المعلم وقللت قيمة المعلم، ودي كانت البداية على فكرة، لان الجمهور المسرحيه عاشت المسرح ولها جمهور كبير يعني، انما في مسرحيات كتير تقدر ترصدها كده تقول ايوه تسببت في عمل ده، طيب بنقول على ده امال اللي اتعمل بعد كده؟ لا يعني انا اصلا يعني اتعمل بعد كده دي جرائم كبرى، انا بتكلم على الشائع، يعني الشائع العيال كبرت ومدرسه المشاغبين كانت لها دور ايوه في تأسيس منهج ده، باعتراف سهير البابلي يعني طلعت في البرامج كانت بتطلع تتكلم تقول انا كنت متضايقه ان ده بيحصل قدام ولادنا.